سلام خواتاتي، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير، اموركم بخير. اليوم جيت ليدن، كاين شي حاجه في اوفيرتا، ورا جيت انايا غدا شي حوايج شتم. ماما يبي جابتني استقاد شي حوايج لي شتم، هما اللي جايه عليهم وتنتمنى نلقاهم. نشوف معايا هاد البنان اللي دايرينو، ناخد ميكا سبيناتشي ورا زوينة. دا هادو لي هنايا كاملين راه فيرتا، وهنايا التمن ديال البنان أورو 49، راه بنان زوين غناخد منه. يعني تضل مزيان نديرها الليغا ضروري من الليغا، درت الميكا وما درتش الليغا. الثمن زعما كاين الثمن المواصيف انا نعبر البنان، ناخذ من هذا دي شويه اكثر باش يصبر حتى ما تيطيبش تقول له في الطاقه وسط. ناخذ لي طايب يعني ما طايبش بزاف، انا شويه خلط شي نص نص. انا بلاصه اخرى راه كاين ليها بزاف اورا. فيهم سادرهم ممكن. هنا كاينه بصله وداكشي، البصله الخضريه ما عجبتنيش صراحه، هي هادي صغيره البصله الخضريه ما عجبتنيش. المطيشة هادي ملي راه 95 شنتيزيني، هادي الثمن ديالها زوين، غناخد منها حتى هي جوج. علاش لقيتها في تيكروس ولا داغلا من هنايا؟ سبحان الله، دابا ولا هذا كلو بحال تيخرج من الفريكو تيولي لاون، تتبغيه تتلقايه ماشي هو هذا. هذه هنايا كاين نشوف انا شي حوايج اللي محتاجه بهم ماشي لا عندهم تناقضاش.
بالنسبة للميريندا ديال اليوم كامل بخير. الثمن زوين صراحة، هادي غالي الثمن زوين. وهذه اللي تيبغيو ليا الدراري تيبغيو يعمروا الرصان ولا شي حاجه بحال هكايا كناخذ عليهم. كتلقاه انا دائما هنايا في ليدل، ولكن في بلاصه ميدي ولا شي حاجه راه ما كتكونش صراحه، هي دي تكون في ليدل. وهادو دابا راه كيما شفتو وليتو تلقاوهم، كانو غير في امازون هما لي كنتي تلقايهم، اما دابا لي كنتي تلقايهم في اي سوبر ميركاتو تقدري تلقاي دوك الدايرين ولا كاين حتى هاد الصغيورة. هادو راه مربعين ماشي هادوك الدايرين، انا باغية دوك لي دايرين كاينين هاد القايدات وداكشي. كاينة هادي ديال البصلة، تحط على كلشي هي مخلولة. هادو راه واعرين، هادو والله إلا واعرين في تقطاع ديال البصلة، هدا متين ما فما والو. كاين هادو بحال كديرهم في البانيو ولا شي حاجة، على حساب العبار الثمن ديالهم راه هو هدا. وهادو عجانات، أيا الواحد خصو يعس على الفرد أيمتى تتكون أيمتى تتسالي. هادو راه ديال الكبار، هادو وكاين ديال الصغار. هادو هذا هادشي ولا ديال الجاردين اللي راه يدار داكشي ديال الجاردين. عندي الدورة في هاد القنت هدا لي باقا تنسقع شي كم مرة، تنقلب مالقيتش. شفت واحد اللعيبة تتسخن ديال الحليب هدا، ولكن ما لحد الآن باقا ملقيتهاش. أنا باقا جايبة الدورة، قلت منسولهم من حيت لافيرطه الا كتحطات وبنادم شاف هذاك الشيء راه تيجي ياخذوا بالزربه. وما نتمناو لا الا كانت مختبر عندنا ناخذوها، كانت مختبر عندنا ناخذوها. بنايورات ديال الدراري، خديت هذا النيت ديال لاسلوفينيا، الثمن ديالو 2 أورو. المهم هادي راه تدير لكم بحال المدة من فات، ناخذ ماركة أخرى ولكن ما مشيت للجيغانتي ولا درت تكون في هذيك الماركة. هنا المهم خديت هذي من قريبة، ناخذ باكية ديال القصة كاينة هنايا. المهم هادي اللي كناخد أنا على حساب لازانيا، تكون بحال هكا برونطا. تيقدر يكون ما عندكش هاد الحويجات، ولكن تكون هادي عندك في الدار دغيا تقضي الشغل بيها.
ناخذ حتى المنيت. هذا راه الثمن ديالو زوين وحتى في الماء ديالو زوين صراحه. هي دي راه تناخذو من هذا فيما تنجي ليدل تناخذ منه. كاين هاد دايرين بحال ديال باسكوا، هاد دجاجة دجاجة ندير لها البيضات دياولها. تناخد يوم حتى هاد الشوفة هدا لي تيكون فيه فروت جافة، تيبغو يفطرو بيه الولاد ديالي ولا يديرو بيه ميريندا في الصباح، تيبغو ياخدو هادي. أنا حطيت لهم دابا هدا تجي زوينة فالماكلة بالنسبة للدراري راه صحية وكلشي. والزيت راه مدايره اللي هاد الثمن هذا كتشوفوا، الثمن ولو ناقص في الزيت فرق هي هادي. بما عمري جربتها وناخذها نجربها، الثمن ديالها راه هو هذا. ناخذ هادي الباستا تاهي ندير في الخرطة، بقيت نتا الطير تعجبني مع الحليب، لكن تنديرها أنا في البان تتجي واعرة، تنديرها دايما تنديرها، مجالين بنا تتجي مع السوق ديال الحوت تتجي واعرة ديالي. راه زوينة والله العظيم زوينة، هذي لي لقات فيها هاد العظام هدانا. انا الثمن ما عرفتش ما كاتبيهوش، غنمشي للكاسه عاد ان شاء الله ناخذ انا هادي. خواتاتي انا رجعت معكم، هادي اللي كنت وريتكم اللي خديتها في ليدل، دابا هادي انا غادا نحلها وغنمشي نوريكم كيفاش غتركب. هي راه تدار تديرو بحكو تديرو في البانيو، ولكن انا يا الاختيار ديالي غنديرها في الكوزينه، حتى الكوزينه تيبغيو يغسلوها ولا شي حاجه ضروري تتبغي الصابون. راهم زوينات هي الا كانو بحال هكايا، فيها حتى أربعة الحجرات. أنا لقيت غير هادي، ولكن ملقيتش هادي ديك الصاغية ديال كدير كوكوتشينو ملقيتهاش. راه عندها منا تتحل، أما بالنسبة للدراري الصغار ولا دا راه زوينات زوينة بلا ما توسخيها تبرد، تبقاي تبركي ولا شي حاجه تدوب تاعي داك لتحت. نلقاو معايا تا نوريكم كيفاش غنعملها. درنا الحجرات شحال فين غديرو الصابون. انا غادا ندير غير ديال الزهيرطو عندي ديال البانيو، ولكن انا يا نستعمل الكوزينه غندير ديال المواعن. تشوفوا انا نعمرها وزعما كره زوينه بلا ما كنوا بتبقاو عاد تعمرو بحال هكايا تتجب ديالها تبقى تخوي. نردو كيفاش كانت هكا، هي راه تتشعل من هنا ونزيدك بحال هكا. هانتوما تشوفو راه تيهبط، نعاود معاكم كاع اللحظات. دابا انا غنعاود معاكم النيت وغادي نشوفوا. دابا انا درتها في هاد البلايصه هنايا، علاش تتبغي تغسلي شي حاجه سهله دابا تديري داك بحال هكا. انتم تتشوفوا راه تيهبط بحال هكا الصابون، وغنوريكم حتى اللي الاخرى النيت.
تتهبط هي القياس اللي غتهبط لك راه تيهبط لكم بحال هكا، والله الا زعما شي حاجه روعه راه يعني لا تاخذوها، انا ننصحكم تاخذوها كومود يعني، راه حتى بالنسبه للدراري ولا دابا يبقاو يبركوا ولا شي حاجه. عجبتكم كتبوا لنا التعاليق ديالكم الزوينه وشي لايك لاختكم، وانا راه اللي لقيتها راه تنشاركها معاكم علاش لا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.